خلينا يا كابتن اتكلم عن نقطه مهمه تهم جمهور النادي الاهلي. يعني حضرتك بعد المباراه احنا شفنا فرحته بالظبط دقيقه، يعني احنا شفنا الاحتفال دقيقه، وبعد كده لقيناكم استريتشات. ده خلاص يا كابتن، احنا ما خدناش بطوله لسه، احنا طول عمر النادي الاهلي هو حتى كابتن محمد مسرح او بعد ما خلص الماتش وقفنا على الخط الصفحه اتقفلت خلاص، مهمه عملناها والحمد لله ربنا كرمنا فيها، هنكمل احنا لسه ما خدناش بطوله. صح. وصلت اللي انت بقيت اول، ده اول على الدوري، لكن لسه ما فيش بطوله رسمي. هي دي عقليه النادي الاهلي. طول عمرنا كده، حتى لما بناخد بطوله ولسه عندنا مثلا بطوله بعد اسبوع بتفرح يوميها، ولو مثلا في يوم اجازه ولا حاجه بعد الماتش بتفرح مع عيلتك مع اولادك مع اصحابك، ترجع التمرين تاني خلاص الصفحه اتقفلت. هي دي عقليه النادي الاهلي يا كابتن. وخلي بالك وحتى في الناحيه الاداريه الحمد لله احنا سابقين كتير عشان الحمد لله التزمنا باللوائح والامور دي، وشرف كبير لينا احنا انا وانت وكل الناس ان احنا ننتمي لهذه المؤسسه. ده حاجه والله فعلا، يعني الحمد لله فعلا الواحد منتمي لنادي عظيم زي النادي الاهلي.